عليكم يا حبايبي، صباح الخير والسعادة على الجميع. يا رب معانا النهاردة خبر على صدى البلد: ثعبان يتسلل إلى داخل قبر الميت أثناء مراسم الجنازة، شاهد ماذا حدث. في وقعة غريبة من نوعها تسبب ثعبان في إثارة حالة من الذعر أثناء مراسم الجنازة أقيمت في مقبرة توجد جنوب غرب مدينة سيدني أستراليا، وجاء ذلك بعد أن تسلل إلى داخل القبر المتوفي مما أدى إلى تأخير دفنه، وفقا لما ذكر في صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها نشر يوم الجمعة. وفي أعقاب اكتشاف وجود الثعبان داخل القبر صباح يوم الخميس، تمت الاستعانة بأحد المتخصصين في التعامل مع الثعابين من أجل إخراجه من القبر. طبعا اللي كانوا واقفين يعني طبعا في الجنازة وكده اتصلوا على طول بأحد المتخصصين عشان يجي على طول يشيل الثعبان ده يعني من داخل القبر، لأنهم كانوا عايزين يعني يدفنوا المتوفي وكده. بعد ما دفنوه فعلا بالفعل وشافوا الثعبان رجعوا تاني طلعوه، فحكت حاجة كان منظر يعني وحش خالص يعني. وربنا يعافينا يا رب فيكم من أي حاجة وحشة إن شاء الله بإذن الله. ونقلت ديلي ميل عن مختص التعامل مع الثعابين قوله أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المشاركين في الجنازة علم من خلالها بشأن الواقعة، وتابع موضحا أنه أثناء مراسم دفن الميت وبعد البدء فعليا في إنزال النعش إلى داخل القبر اضطر مشيعو الجنازة إلى رفع مجددا بسبب الثعبان. ونشر موقع الصحيفة البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تمكن فيها الرجل يعني من اصطياد الثعبان ووضعه في الحقيبة زي ما احنا شايفين الصور معانا كده يا حبايبي. وطبعا ده كان وسط ذهول من كافة المشاركين في الجنازة. ماشي يا حبايبي، الناس كانت مذهولة من اللي بيحصل ده، يعني زي الثعبان زي ده يدخل كده القبر أثناء دفن الرجل يعني وكده. باي باي.